وفاء مساؤكم وطن زاهر بالامجاد حافل بمآثر الاجداد. جمهورنا الكريم، حفلنا الكريم، اولى فقرات حفلنا هذا النشيد الوطني. يا من سكنتم في قلبي ووجداني، هذه القوافي أتتني تمتني فرحا وحدثتني حديثا دون عنواني. وبالضيوف هلا أهلا نرددها ما غرد الطير يشدو فوق أغصاني. الأخ وكيل محافظة مأرب الأستاذ عبد الله أحمد الباكري، الأخ وكيل وزارة الإدارة المحلية الأستاذ عبد الله أحمد القريسي، الأخ وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد بن سالم عبود الشريف، الأخ مدير مكتب الشباب والرياضة الأستاذ علي حشوان، الأخ اللواء مفرح بحيد عدائد اللواء 26 مشاة، الأخ مدير عام المديرية الأستاذ ناصر علي القناطي، الأخوة المدراء التنفيذيين بمديرية حليب، الأخوة الحاضرون جميعا كلا باسمه وصفته، حللتم أهلا ونزلتم سهلا، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، مساؤكم فخر وولاء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق.
الله.